وقفات مع هدي الرسول لفضيلة الشيخ لحسن سليماني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، ومواصلة لهذه السلسلة المباركة الموسومة بوقفات مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلنا اليوم وقفات مع هديه في النوم صلى الله عليه وسلم، وهديه في المشي، وهديه في الجلوس والكلام والضحك والبكاء إلى غير ذلك من الأمور التي هي إلى جانب العادة أقرب منه إلى من جانب العبادة. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام على ما تيسر، ينام على الفراش، ينام على البساط، ينام على الأرض تارة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه للنوم قال: باسمك اللهم أحيا وأموت، ويجمع كفيه صلى الله عليه وسلم ويقرأ فيهما الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بهما ما تيسر من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام ينام على شقه الأيمن ويضطجع ويضع يده اليمنى تحت خده، هذا في الغالب. كما أنه صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وكان ينام أول الليل ويقوم آخره. كما أنه صلى الله عليه وسلم من هديه في المشي كان إذا مشى أسرع في سكينة ووقار، بعيدا عن مشية المتكبرين وبعيدا عن الخيلاء، وإنما يمشي مشيا وسطا وإلى السرعة أقرب، هذا إذا مشى وحده صلى الله عليه وسلم. وإذا مشى مع أصحابه فإنه كان يقول لهم أن يتقدموا ويتركوا ظهره للملائكة، كانوا يمشون بين يديه صلى الله عليه وسلم. كما أن من هديه عليه الصلاة والسلام في الجلوس أنه يجلس على الأرض ويجلس على الفراش ويجلس على ما تيسر. وكان أيضا إذا ركب يركب الخيل ويركب الإبل ويركب أحيانا البغال ويركب الحمير، وأغلب ركوبه على الخيل والإبل صلى الله عليه وآله وسلم، ويحافظ على أدعية الركوب الواردة في الكتاب: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم وإذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كما أنه يراعي للحيوان حقه، فإنه لم يكن يفضل طول المكث على البعير ولا على الفرس ولا على غيره مما يركبه من الدواب، مراعاة لحق هذا الحيوان وشفقة عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فهو أفصح الناس، وقد أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم. كما أنه صلى الله عليه وسلم يضحك، ولكن أغلب ضحكه إنما كان تبسما، وأكثر ما يصل في ذلك أن يضحك حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم، وما كان أبدا يضحك بالقهقهة. كما أنه كان يبكي، ولكنه لا يبكي بصوت، وإنما تسيل دموعه صلى الله عليه وسلم، تارة شفقة على الخلق، وتارة من خشية الله تبارك وتعالى، وتارة رحمة بالميت. كل ذلك وجد فيه صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يكون صوت البكاء في صدره كأزيز المرجل رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان وسطا في الأمور كلها، فلا يزيد شيئا عن حده ولا يقصر في شيء عن حقه، وإنما يمشي كما قال تبارك وتعالى كما قال جل وعلا عن عباد الرحمن، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فكان يمشي هونا صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان
عباد الرحمن عموما وصفوا هكذا، فماذا عن سيد عباد الرحمن، عن سيد خلق الله أجمعين؟ فإنه يمشي على الأرض هونا، ما كان يمشي متبخترا، ما كان يمشي متكبرا، ما كان أيضا يمشي المشي الذي لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، وإنما يمشي مشيا وسطا ويتكلم كلاما وسطا، وإذا تكلم عاد الكلمة حتى تفهم عنه، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، إلى غير ذلك من الأمور التي عرفت من هديه صلى الله عليه وسلم. ولا يمر بأحد إلا وألقى عليه السلام، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وإذا خاف أن لا يفهم كلامه فإنه يعيده مرة ثم ثانية ثم ثالثة كي يفهم عنه، لأن أفهام الناس مختلفة، فمنهم من يفهم في المرة الأولى، ومنهم من يحتاج إلى إعادة، ومنهم من يحتاج إلى تكرار كي يفهم. فلذلك يخاطب الجميع على قدره وعلى حسب مستويات الناس، كي لا يبقى أحد إلا ويفهم عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن كل ما يتلفظ به وكل ما ينطق به فإنه على جانب عظيم من الأهمية، والناس محتاجون لكل كلمة ينطق بها في من كلامه، كل كلمة يتلفظ بها. فلذا ما كان يحب أن يتلفظ بشيء أو ينطق عليه الصلاة والسلام بشيء إلا وقد علم هذا الشيء وعرف، فكان يراعي أحوال الناس حتى يصدروا جميعا وقد فهموا عنه ما قال لهم وما أمرهم به وما نهاهم عنه وما تكلم لهم فيه. فهكذا صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحب من الكلام الأغاليط ولا الألغاز هكذا إلا ما كان محفزا للعقول والأذهان. كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يطرح المسألة على أصحابه لكي يحفز هممهم ولكي ينشط لكي ينشط عندهم الذاكرة. فهذا كله مما كان يحرص عليه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست الألغاز وليست الأغاليط وليس هذا الكلام المشفر الذي لا يكاد يفهم، وإنما لا أحد يسمع كلامه إلا وقد فهمه. فهذا مما من الله عز وجل عليه به، وهذا من عظيم قدره عند ربه تبارك وتعالى، وهذا أيضا رحمة بهذه الأمة، حتى لا يكون لأحد منها عذر بأن يقول تكلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لم نفهمه. هذا لا يوجد أبدا، فكلامه فصيح وكلامه واضح وكلامه جلي، وهكذا ينبغي، لأننا مأمورون بالاقتداء به في كل شيء. فإذا تكلم أحدنا فعليه أن يفهم سامعيه، لأنه ليس المهم أن تتكلم، وإنما المهم أن يفهم ما تريد أن تقوله، أن يفهم كلامك، وأن يعلم مقصدك، وأن تعرف الغاية منه، لأن الكلام وحده ليس هو المهم، وإنما الفهم هو الأهم من ذلك كله. بل لو فهم حتى بمجرد الإشارة من غير كلام حصل المقصود. فهذا يدلك يا أخي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أتم الخلق، كما قال عنه ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الحميدة، وأن يوفقنا إلى اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا أمر من أمور العادة ولا دخل للعبادة فيها، وإنما نتعلم منه العبادة، فيقال له: كلا والله لقد أسأت الفهم، فإننا نتعلم منه العادة ونتعلم كما نتعلم منه العبادة، إلا ما دلت الدلائل وبينت القرائن أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أو بيّنت لنا الأمور أنه لم يكن يريد منهم أن يتعلموه منه ولا أن يأخذوه عنه. فهذا أيضا من هذه أمور تسمى أمور الجبلة، الإنسان مجبول عليها. أما بالنسبة للغالب الأعم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم في كل شيء، ما من شيء من حياة الإنسان مطلقا إلا وتجد أنه صلى الله عليه وسلم دل أصحابه عليه وعلمهم إياه. وهو حينما كان يعلمهم
يعلمهم كي يعلموهم أيضا من يأتي بعدهم، وهكذا نقل لنا السلف هذا العلم، هذه الفضائل، هذه المحامد، هذه الأمور التي لا تصلح حياة الإنسان إلا بها، تناقلوها إلينا لأنهم عرفوا مدى أهميتها، وعرفوا ممن صدرت، وعرفوا المغزى منها، فكانوا يتوخون ذلك كله ويترقبونه في كل حركاته، في كل سكناته، في كل شيء، إلى درجة أنهم كانوا إذا جلس صلى الله عليه وسلم ينظرون كيف يجلس، إذا التفت كيف يلتفت، إذا تبسم كيف يبتسم، بل كان الواحد منهم يعرف مطلق حتى الحركة، حتى ما يكون على وجهه صلى الله عليه وسلم من رضا ومن غضب ومن بشاشة ومن تسخط ومن غير ذلك، كل ذلك يعرفونه لشدة اعتنائهم بهذا الجانب. ولم يعتني به ذلكم الرعيل الأول إلا لمعرفتهم أنه على جانب عظيم من الأهمية، وأنه لا تصفو لك الحياة إلا بمتابعتك لهذا الأمر، فعلينا أن نتتبعه مطلقا، وأن نعلم أن أنه ليس في ذلك شيء جاء عبثا، وإنما جاء تعليما وجاء دلالة وجاء بيانا، فهو كما قال عنه الله تبارك وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته تبيان لمجمل هذا الشرع الذي جاء به من عند رب العالمين جل جلاله. فنسأل الله أن يوفقنا لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من الواردين عليه عند حوضه، وممن يشرب من ذلكم الحوض الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ونعوذ بوجهه الكريم من أن نرد أو نذاد عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.